السيد احمد بن مطيب السيف السبوسي وسجل توقيت زمني مقداره 13 دقيقه 37 ثانيه 6.7 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في ختام هذا المساء هنا عبر هذا المهرجان الكبير الذي احتضن المرموم على مدار 5 أيام لياتي بانطلاقة الكبار والثمانية كيلومترات وانطلاقة شوطنا 7 والخاص بالحول المحليات الأصايل. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام أعلنت هذه الانطلاقة وبدأت هذه الشعارات تنتشر على أرضية هذا الميدان لتشكل هذه اللوحة التراثية الكبيرة تعبيرا عن هذا الفوز الكبير الذي أتى به فرسان الإمارات. أعود هناك إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى المركز الأول الغربية سيد محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في الصدارة في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من طماعة لسيد سالم بسيف بن كليب على ثاني المراكز، والمركز الثالث المتدخلة في هذه اللحظات المركز الثالث سلهود الخليفة بن حميد المهري يصل ليقدم سلهود، بينما المتدخلة من الجانب الآخر اللي هي صوغة محمد بن ملحان بن حبيبة المري. وانتقل بكم إلى المركز الخامس والقادمة على خامس المراكز، هنا مزنم صبح بن عبيد بن علي الراشدي يصل ويقدم لنا مزنة في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما سادس المراكز الشاهينية هناك سعيد بن جعفر بن مرخان يقدم الشاهينية على المركز السادس، بينما المركز السابع المتدخلة في هذه اللحظات اللي هي الشاهينية حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، والمركز الثامن وصلت الوارية سعيد بن خليفة بن زاهر الخيالي على ثامن المراكز، بينما المركز التاسع الشاهينية أحمود بن عبد الله بن سالم العسكري، وترقب مفاجآت الشاهينية واحدة من الأسماء القوية تأتي هنا في هذه المشاركة على المركز الهوائي مباشرة. نهديها إلى مالك طماعة وإلى حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري على هذا الفوز على هذا الانتصار. مشكور يا أبو سالم، مشكور يا أبو سالم على هذا الانتقال الجميل مع طماعة. تهانينا والناموس ولحظات الوصول هنا للتمر أمام المقصورة الرئيسية بالفوز والانتصار وتعانق خط النهاية بهذا الفوز. تهانينا والناموس ولحظات وصولها ثاني المراكز المملكة لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين. المركز الثالث سلهودة غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع الدخول من الشحانية الخليفة بن علي بن حمد العطية، وهناك أيضا الشاهينية للسيد مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. هكذا كان هذا الشوط وهكذا شاهدنا المتعة والإثارة مع سن الكبار. دائما يأتي الرقص هنا ولكن هذه هي طماعة قاطع المسافة 12 دقيقة و56 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهان